ولمناقشة استمرار هجمات الميليشيات في العراق على القواعد والمصالح الأمريكية في إطار الصراع الإيراني الأمريكي وخيارات واشنطن أمام ذلك، معنا من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوز اللامي. مرحبا بك معنا. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا بكم سيد محمد. ماذا تعني هذه الهجمات ضد أرتال التحالف والقصف في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، لا سيما بالنسبة للكاظمي وفريقه الحكومي بعد انتهاء الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع أمريكا؟ يعني سيدي واضح وهذه ليست هي الهجمات الأولى، بل هجمات متكررة، لكنها حقيقة هجمات لا تتخطى الحدود الحمراء التي وضعتها أمريكا لهذه الميليشيات. تجد أن هذه الهجمات هي أصبحت هجمات شبه روتينية للاستغلال الإعلامي وللضغط السياسي طبعا على الحكومة في بغداد، لكنها حقيقة لا تشكل أي ورقة يعني مهمة بالنسبة للجانب الأمريكي. ولكننا في مرحلة يعني الآن مرحلة انتخابات، وهذه الميليشيات لدائما ما تستخدم يعني الخطوات الأمنية في يعني في محاولة يعني إرضاء جمهورها وفي محاولة إقناعهم بأنهم يقومون بخطوات ضد الجانب الأمريكي. لكن في الحقيقة نحن رأينا عندما هددت أمريكا بسحب السفارة الأمريكية من بغداد توقفت هذه الهجمات، وكانت أغلب بل جميع يعني قادة هذه الفصائل قالوا بأنهم لا يستهدفون المصالح الأمريكية وليست لديهم نوايا حقيقة لإخراج الأمريكيين من العراق. نعم، إلى أي مدى ترتبط هذه الهجمات بزيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني لبغداد؟ بمعنى آخر، هل جاء قاآني إلى بغداد كي يطلب من الميليشيات أن توقف هجماتها أم أن تزيد من هجماتها؟ حقيقة سيدي يعني هو الأمر يرجع لقائد فيلق القدس، يعني خصوصا فيما يخص الموقف التعبوي والعسكري لهذه الميليشيات. عندما إحدى هذه الميليشيات تخطت الأوامر الإيرانية وقامت بقصف السفارة بدون يعني ضوء أخضر إيراني، يعني تم اعتقال قائد هذه الميليشيا في حينها، وكان قاآني عندما أتى توقفت جميع الهجمات. فبالتأكيد الإيرانيين الآن يتحكمون في المشهد، يحاولون الضغط قدر الإمكان على الإدارة الأمريكية الحالية في كسب أوراق لصالح لمصلحة الجانب الإيراني، أو في محاولة قدر الإمكان تخفيض أعداد الأمريكان الموجودين، وهذا قرار غير موجود حقيقة. الأمريكان يراوغون قد يعطون الكاظمي أوراق يتلاعب فيها في مواجهة هذه الميليشيات من خلال تصريحات ليست يعني لن تحدث حقيقة أو لن تحدث على أرض الواقع، لكن تبقى هذه الميليشيات يعني هي ميليشيات قرارها غير عراقي، قرارها إيراني واضح. نعم. قائد فيلق القدس هو الذي يتحكم، فبالتأكيد لو هذه الهجمات حدثت بضوء أخضر إيراني. صحيح، لكن كيف نفهم موقف واشنطن؟ هل هي ماضية بالفعل بالانسحاب من العراق وترك كل شيء وراءها؟ وماذا عن الوجود الأمريكي هناك قوات استشارية، ماذا يعني؟ يعني سيدي الموقف الأمريكي لم يتغير من حيث وجود هذه القوات في العراق، يعني سواء كانت في إدارة ترامب أم في إدارة بايدن، الملف العراقي ملف يبقى واحد، أنه هذه القوات موجودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة. هذه القوات هي يعني حقيقة المسؤول الأول على تقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي في مواجهة داعش وفي مواجهة حقيقة أي تنظيم إرهابي قد يخرج في العراق. لكنها فيما يخص مواجهة هذه الميليشيات المدعومة إيرانيا، هي وضعت خطوط حمراء لهذه الميليشيات بقتل قاسم سليماني وقتل المهندس عندما تجاوزت هذه الميليشيات الخط الأحمر. لذلك تجد بأنه الأمريكان غير مهتمين حقيقة لهذه الهجمات، لأنها هجمات غير حقيقية. نعم. هجمات يعني لم تؤثر ولم تحدث أي خسائر، أما إذا حدثت خسائر حقيقية فسوف تجد سيكون هنالك رد ورد قاسي من قبل الأمريكان. نعم، ماذا عن موقف حكومة الكاظمي؟ هل يمكن أن تتحرك فعلا لمواجهة الميليشيات أم هي حكومة محاصرة؟ يعني سيد الكريم لو كانت الإدارة الأمريكية تعلم بأن هنالك حكومة في العراق قادرة على اتخاذ القرار ويعني خوض حقيقة مواجهة حقيقية ضد هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، لما كانت القوات الأمريكية متواجدة حتى الآن. لكن أحد أهم أسباب وجود وبقاء وجود هذه القوات الأمريكية في العراق سواء كانت استشارية أو قتالية، لأنها تعلم بأن هذه الحكومة فاقدة للصلاحية، هذه الحكومة هذه الميليشيات هي التي تتحكم بها،
حدث هنالك اكثر من موقف يعني لا يعد ولا يحصى بانه الحكومه قامت باعتقال احد الميليشياويين، وكان الرد الميليشياوي بإهانه هذه الحكومه حقيقه والاخلال بالامن وبالسياده، ولم تكن هنالك اي اجراءات من هذه الحكومه. فهذه الحكومه يعني حكومه شكليه، حكومه صوريه. هذه الميليشيات الراي الايراني هو السائد، الامريكان يتفهمون هذا الوضع ويعلمون جيدا بانهم وضعوا حدود لهذه الحكومه ولهذه الميليشيات، واي تجاوز لهذه الحدود سوف تجد ان الموقف الامريكي يتبدل كما تبدل في اوقات ماضيه. وهذا ينقلنا الى السؤال التالي عن مخاطر الانسحاب الامريكي من العراق، هل هناك توقع بحصول فوضى ما كما يشير بعض المحللين، ام ان الامور مرتبه وهناك سيطره ايرانيه واضحه على مفاصل الدوله وبالتالي لا وجود لحديث عن فوضى تعم البلاد؟ يعني سيدي الامريكان ليست لديهم النوايا الحقيقيه في الانسحاب من العراق، لانه قد تكون هذه يعني هذه تصريحات الاعلام، تصريحات تخرج اليوم وتم نفيها غدا، لكن بالنسبه للامريكان هذا الملف صعب جدا لا يمكن ان تجاوزه. العراق يعني مركز رئيسي جدا للامريكان في المنطقه، خصوصا في مواجهه ايران وفي على اقل تقدير مراقبه ايران، فلا اعتقد بان خروج الامريكان هو امر حقيقي وامر سيحدث قريبا، وحتى مساله تخفيض الاعداد قد لا يحدث، لكن هذا ما تتامله ايران وما تتامله هذه الميليشيات، لكن لا توجد نوايا حقيقيه ولا نجد بان الامريكان يطرحون خارطه طريق جديده او خارطه طريق جديده تعمل على انسحاب هذه القوات. شكرا لك سيد محمد فوزي اللامي الخبير الامني والعسكري، كنت معنا من برلين.